بعد الكلمة الروحية الجميلة نرجع نشوف أخبارنا مع حضراتكم. وأول أخبار معانا إجازة عيد الفطر العاملين بالقطاع الخاص تبدأ الخميس المقبل. هي الكل الحقيقة للقطاع العام والخاص بتبدأ الخميس المقبل. كل سنة وحضراتكم طيبين. من بكرة إجازة عيد الفطر هتبقى يوم الخميس والجمعة والسبت والحد والاثنين ولحد يوم الثلاث. أعتقد القطاع الخاص في منهم هيرجع يوم الثلاث، القطاع العام أعتقد يرجع الأربع، وأجازة طويلة، أجازة طويلة. وأنا شفت كتير جدا من الناس اللي هم بيشتغلوا يعني بيبقوا شغالين في القاهرة لكن هم من خارج القاهرة ربطوا الأجازتين مع بعض، أجازة عيد الميلاد المجيد بأجازة عيد الفطر المبارك، كل اتنين ارتبطوا ببعض، أجازة كده تعمل لها بتاع حسبة أسبوعين يعني. فشفنا كده، لكن الأجازة الرسمية من يوم رئاسة الوزراء بتقول من يوم الخميس المقبل غدا إن شاء الله لحد يوم الثلاث القادم، أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة، وطبعا أجازة أيضا في القطاع الخاص. وكمان رئيس الوزراء بيوجه بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وبيقول أن هيبقى في غرفة أزمات على مدار الساعة لمتابعة يعني الناس في الشارع وزياراتهم للأماكن العامة والحدائق والمتنزهات. تعرفين ساعات بتحصل مشاكل، ساعات بتحصل خناقات، ساعات بتحصل يعني بعد عنكم بعض الأمور اللي بتبقى مش ظريفة. فرئاسة الوزراء بتقول إن هم شغالين على مدار الساعة. كمان وزارة الداخلية بتقول استعدادات لتأمين احتفالات عيد الفطر، وده وزارة الداخلية كمان بتأكد إن هم طول الوقت، وإن الوقت ده بيبقى وقت طوارئ داخل وزارة الداخلية، ما بيبقاش وقت راحة، الناس كلها البلد كلها بتاخد أجازة ما عدا طبعا الجيش والشرطة، هم اللي بيبقوا واقفين وصحيين وبيبقوا متابعين طول الوقت. وزي ما بتشايفين حضراتكم الغرف الرئيسية للمتابعة في وزارة الداخلية دي بتبقى على مدار الساعة، يعني محدش بيطلب النجدة يوم العيد فيقول له معلش النهاردة أجازة، ما بيحصلش، بالعكس ده وقت الشغل ووقت العمل. عموما كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة، كل سنة ومصر كلها في أعياد عيد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك واحتفالات جميلة. المصريين بيعيشوا يعني فترة أعياد، يا رب أيامنا كلها أعياد وتعدي على خير وتعدي بسلام على الناس كلها، واللي مسافر بلده وزيارة يرجع بالسلامة، واللي قاعد في بيته بالسلامة، واللي هيخرج يتفسح يعني تبقى أيام كلها فرحة وبهجة وأيام حلوة علينا كلنا يا رب. كمان من أخبارنا النهاردة طقس حار على الوجه البحري والعظمى في القاهرة 32، وحالة الطقس بيشيروا أن في ارتفاع في درجات الحرارة. تعالوا نعرف أكتر ونفهم أكتر. بيشرفنا يكون معنا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار أهلا بحضرتك. ألو يا دكتور. ألو دكتورة منار. لا معك هارون يا باشا. معلش التليفونات دخلت في بعض، بنعتذر. بصوا بقى دي عيب التليفونات، يعني تلاقيت حاجة دخلت في حاجة. طيب تعالوا نشوف مع بعض حالة الطقس لحد ما نرجع نشوف دكتورة منار فين. رجعنا لحضراتكم ونرجع بقى دكتورة، المرة دي دكتورة منار ومحدش في التليفون تاني. دكتورة منار أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الفل، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وبخير وكل المقيمين بخير. طمنينا حالة الطقس في الأيام اللي جاية.
طبعا خلال هذه الايام كنا بنشهد ارتفاع في درجات الحراره، ذروه الارتفاع كانت بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، اليوم هيكون في انكسار لموجه ارتفاع درجات الحراره، لكن لسه ايضا درجات الحراره مرتفعه رغم انكسار درجات الحراره، لان العظمى اليوم على القاهره الكبرى متوقع 32 درجه مئويه خلال فتره النهار. فالمناطق الشماليه السواحل الشماليه هي اللي حصل عليها انخفاض في درجات الحراره، المناطق الداخليه الوجه البحري القاهره الكبرى شمال وجنوب الصعيد ما زالت درجات الحراره عليها مرتفعه، اجواء حاره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى محافظات الوجه البحري، شديده الحراره في محافظات جنوب البلاد لان محافظات جنوب البلاد العظمى فتره النهار بتوصل ل 38 درجه مئويه خلال فتره النهار، اجواء نقدر نقول مائله للدفء ربعيه تماما على السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، ده هيكون خلال فترات النهار، خلال فترات الليل مع دخول الجبهه البارده والكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، هيكون ملحوظ اكثر ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، والاجواء هتكون اجواء مائله للبروده في اغلب انحاء الجمهوريه، خاصه كمان ان اليوم فتره المساء هيكون في نشاط نسبي للرياح في اغلب محافظات شمال البلاد هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره والاجواء الربعيه. كمان اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار على سواحلنا الشماليه الغربيه ومحافظات شمال الوجه البحري، لكنها امطار خفيفه تماما غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه وعلى فترات متقطعه من اليوم، وكمان قد تمتد الامطار الخفيفه دي لان في فرص ضعيفه جدا على مناطق من مدن القناه والقاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري. نحس امتى بانخفاض درجات الحراره؟ ان شاء الله من غدا هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره ونرجع تاني للمعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام، اجواء ربيعيه مائله للحراره خلال فتره النهار لان ان شاء الله متوقعين ان يكون في انخفاض في درجات الحراره على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، وتنخفض درجات الحراره بحوالي 5 درجات لان غدا متوقع العظمى هتكون 27 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، هيستمر معانا نشاط الرياح خلال الايام القادمه هيساعد بشكل كبير على احساسنا بالاجواء الربيعيه، هيكون في انخفاض طبعا خلال الايام القادمه في درجات الحراره خلال فترات الليل، فناخد بالنا من انخفاض درجات الحراره فتره الليل الصغرى فتره الليل هتتراوح ما بين 15 و16 درجه مئويه، فرص الامطار يعني هتكون امطار خفيفه جدا ممكن تنحصر في بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، يعني مصدر الامطار غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، هيكون كمان مع فتره الاجازه مع يوم الجمعه والسبت تكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المستحقات المائيه، عشان كده هننصح كل الساده المشاهدين مهم جدا مفيش مشكله تماما ان تخفيف الملابس خلال فترات النهار اللي هناكد عليه فترات الليل، لو احنا هنخرج فترات الليل وخاصه لو معانا اطفال لازم نصطحب معانا جاكيت خفيف لان هنحس بالبروده خلال فترات الليل خلال الايام القادمه خاصه مع وجود نشاط سياح، قدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. كمان احنا فتره التقلبات الجويه دي مهم جدا نتابع النشره الجويه بصوره يوميه لان وارد يحصل تقلبات جويه في اي وقت، احنا دايما شايفين الانخفاض والارتفاع في درجات الحراره ولازم طبعا القياده بهدوء تام على اغلب الطرق فتره الصباح الباكر. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة منارة غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكويس إن درجات الحرارة انخفضت كمان الفترة الكام يوم اللي جايين تبقى أفضل بكتير جدا من درجة الحرارة العالية. من أخبارنا النهاردة وتعالوا شوفوا بقى النصب بقى. ضبط كيان وهمي ينصب على الطلاب الراغبين في السفر للدراسة بالخارج. ده كيان نظام واحد من الدقهلية أعتقد، ويعني اتمسك في منطقة مدينة نصر بقصد الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وده كان في إطار أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. أي لا، كان أحد الأشخاص مقيم في محافظة الأليوبية تمام بإدارة كيان وهمي بدون ترخيص، وكان مقره كان عامل مقر في مدينة نصر، يعني كان عامل مكتب في مدينة نصر بيدعو الطلاب اللي عايز يدرس في الخارج، وتروح يقول لك الدراسة في المجر بكذا والدراسة في كندا في كذا والدراسة في استراليا بكذا، طب نعمل ايه؟ الأول اشتري مني استمارة بفلوس، طبعا استمارة بألف وبألفين، وبعد ما تشتري الاستمارة هتحول على الرقم ده كام ألف جنيه، وهتحول على الرقم ده مش عارف كام دولار وحاجات كده. المهم الراجل ده اتمسك. انا يعني بعيدا عن ده، وده بيحصل من زمان جدا،
وعلى فكرة في عصابات عالمية بتتصل بيك هنا أنت في مصر. مثلا أنت لما بتيجي تقدم على جامعة في كندا أو في أمريكا أو في أي حاجة، دايما هتلاقي حد بيسرق البيانات منك وبيجي يكلمك، هتلاقي حد أجنبي بيكلمك، وغالبا بيبقوا من الهند. بتعرفهم إزاي؟ بتعرفهم من لكنة اللغة الإنجليزية بتاعتهم، بتبقى معروفة يعني، بتبقى يعني بياكلوا الكلام قوي كده، بصعبة كده وفيها كده يعني، ما بيبقاش اللغة السلس. دايما بيبقوا من الهند، بيتصل بيك ويقول لك لازم تحول لنا كذا، وان انت قابلت في الجامعة وكذا. فانا عايز اقول بس لكل الناس، ارجوك لو انت عايز تسافر، لو انت معاك قرشين عايز تسفر ابنك او ابنك عاوز يسافر يدرس برا، مفيش غير الطرق الرسمية. لا في مكتب يبقى فتى ومأجر شقة اوضتين وصالة في مدينة نصر هيسفرك، ولا في اي حاجة. كمان ظهر في الفترة الاخيرة بعض المكاتب اللي بتدعي ان هي بتدي رسالة ماجستير ودكتوراه وحاجات كده ب 2000 جنيه و3000 و4000 جنيه. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها رسالة ماجستير من غير ما تدرس، ولا رسالة دكتوراه من غير ما تدرس، مفيش حاجة اسمها في الدنيا كده. فأرجوكم يعني نتأنى، والدنيا ما بتمشيش كده، ومش عشان انت معاك قرشين ينفع تدرس بره في اي وقت. لازم تتواصل مع الجهات الرسمية في البلد، ما ينفعش تشتري شهادة وخلاص. مش مرجان احمد مرجان هي. فأرجوكم انها يعني نتأنى في القصة دي، اللي معاه فلوس ما يضيعهاش في طرق النصب. كمان من طيب ناخد اخر خبر معايا، اخد من السودان بقى. مصر للطيران بتعلق الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر. كمان الخارجية السودانية تتهم ميليشيات الدعم السريع بالاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية. لو جبت خريطة الطيران حول العالم، لو جبت خريطة الطيران حول العالم، ودي بتيجي منين على جوجل، هجيب لك صورة الطيران فوق كل بلد ماشي ازاي. هتلاقي السودان فاضية كده من فوق، هتلاقي السودان مفيش ولا طيارة فوق. مصر وقفت الطيران من وإلى السودان، كمان أعتقد كل دول العالم وقفت الطيران من وإلى السودان. السودان بداخلها حرب أهلية، قوات الدعم السريع ضد قوات الجيش السوداني. الحرب يعني زي ما قلت امبارح، الخاسر فيها الوحيد هو الشعب السوداني، تدمير مباني وتدمير منشآت ومقتل ناس في الشارع. لا ذنب لها ولا علاقة لها بهذا الأمر. كل ما نتمناه أن تهدأ، أن يهدأ السودان الشقيق، وأن يعود السودان يعني آمن ومستقر، ونتمنى ده في الفترة اللي جاية. مش عشان خاطر أمننا القومي صدقوني، ولا عشان خاطر مصر بس، ولا عشان خاطر، لكن عشان خاطر الناس. يعني الواحد بيزعل جدا لما يلاقي أبرياء بيموتوا بدون ذنب. يعني أي يعني إيه قوات تحارب بعض داخل الشوارع، أشبه بحرب الشوارع. بنتمنى السلام والسلامة للسودان الشقيق. دي كانت أخبارنا النهاردة. معانا موضوعين، معانا موضوع عن أسباب ثبات الوزن والتوقف عن خسارته. في ناس بتحاول تخس ما بتعرفش تخس، يقول لك أنا بص اتعذبت بقالي شهرين ثلاثة، وكل يوم أقف على الميزان ألاقي الوزن هو هو، وأحس إن كأن الميزان بيطلع لي لسانه. إيه اللي بيحصل ويخلي فيه ثبات في الوزن؟ ده موضوع معانا النهاردة. كمان معانا موضوع عن تنظيم الوقت والاستعداد للامتحان، إزاي أستمتع بالأجازات واستعد للامتحانات في نفس الوقت. الحقيقة معادلة صعبة جدا، نعملها ازاي بعد الفاصل.